قلنا بنتكلم عن المباراه وتشوف نادي الزمالك دلوقتي وتشوف قصه نادي الزمالك ما بعد 2013 و2014 اللي هي بدايه السنين اللي بدانا نشوف فيها بطولات. طبعا كان في تاريخ كبير جدا لنادي الزمالك ما قبل 2004 2003 واخد دوري ابطال افريقيا، ولكن في 10 سنين كانوا عجاف على نادي الزمالك. المسمى بتاعها بين قوسين يعني ان صح التعبير العشريه السوداء. 10 سنين كانوا صعبين جدا على نادي الزمالك، اظن نادي الزمالك ما خدش فيهم غير بطوله واحده، بطوله كاس كلنا فاكرينها طبعا، كانت سنين صعبه جدا. دلوقتي انت بتدور على الاستقرار، لقيت الاستقرار، لقيت مجلس اداره، لقيت بطولات. نادي الزمالك كده دور في سنين كتير، في سنين الاخيره دي من 2014 مش هتلاقي يعني موسمين ورا بعض كده نادي الزمالك ما خدش بطوله، لا نادي الزمالك مثلا اكتسح بطوله الكاس. يعني من 8 او 9 او 10 نسخ لكاس مصر انت حرصت 7 نسخ. فانت عملت خدت الدوري. ناهيك بقى عن الثنائيات. الثنائيه في 2014 مع فريره الدوري والكاس. ثنائيه الموسم قبل الماضي دوري وكاس، الدوري السنه اللي فاتت، كانت سنين صعبه جدا. وانت دلوقتي بتشوف سنين يعني مليانه بطولات. ان شاء الله باذن الله يا رب ينعم نادي الزمالك بالاستقرار الاداري، يعني يسيبوا اداره نادي الزمالك تشوف شغلها زي بقيه الخلق، زي بقيه الانديه. ده امر مهم جدا لان جمهور نادي الزمالك بالملايين، ويستاهل ان ناديه ما يبقاش فيه جبهات كتير جدا بيحارب فيها. هنركز مع فريقنا لما بيبقى فيه استقرار بيبقى فيه بطولات.